أروح أتابع بالبداية آراء جمهورنا وش تحدث جمهورنا عن مباراة اليوم، ومن بعدها نرجع. لا ماكو أداء، ماكو رتم، يعني مو لعبة عن متليق باسم العراق و... حرامات يعني حرامات. بس تتوقع غير شيء؟ لا والله ما متوقع غير شيء، بس يعني هاي المجموعة مع اللاعب ما نوصل، يعني ماكو خطط لعب، ماكو فشي حلو، يعني ماكو لعبة حلوة باس أو شيء، ما يسوون واس مثل ما نقول. ذاك همام نزل آخر دقائق، السوى بس عرفتي من السوى قاعد هيك بها، لو مثل ما يلعب بشعره مثل ما يلعب بالطوبة غير كان هسه وين مقول ورايح، ترى يعني مهزلة والله العظيم. اي والله حرامات هيك، والله حرامات. اكو امل لو لبنان كنا ما نحسب الاحساب، اكو امل لو ماك الا يصفوه من فوق لي جوا، والله العظيم الا يصفوه من فوق لي جوا. بمجال بس صدق لعيب، يعني شو يسوي لك بعد؟ شو يسوي بعد؟ هو ارض الواقع هيك يقول. مو زينه، حيل مو زينه، فريق يحتاج لتغيير جذري من الاداريين من اللاعب مدرب، ما كش ما قدم لحد الان، ما اي تغيير شفناه من نجل لحد هسه، مع العلم هو اسم كبير بس كش ما قدم للاسف. تمكن من الادوات ولا يعرفهم اصلا، التبديلات كلها خاطئه، انت تحتاج مهاجمين. لبنان رادي بو جول باول دقائق وما صارت ادهم، رجعوا دفاع لعب خمسه مدافعين، ابو لبنان خمسه اربعه واحد، غير نزل مهاجم ثاني على مود اعزز من فرص التسجيل، يجي مره تلاقي قاعد شريف وقاعد على عدنان، من نزل تدا على عدنان، انت مو زين عندك وتكيس رم ما عندك، تنزل همام مكانه، وين اكو شيء؟ انا ما احكي لك على همام او اللاعبين، بس مو باللاعبين، صدق بالاداره بالتحت العاقل. يقول اكو فرص بس اللاعب ما سجلوها. وين الفرص اللي موجوده؟ انت مهاجم واحد ايمن حسين يلعب وحده، والله وحده يلعب ايمن، وبايش بعيد على الخط وشريف من ذي الصفحه، شو يسوون ذول؟ ذول مهاجمين، ذول لاعبين وسط، اسناد مات وسط، انت غير عندك لاعب صانع العاب، وين صانع العاب ماتك؟ نزل دقيقه 84 طوبه وحده مطخ محمد قاسم، ماكو شيء. هذا المنتخب ما يوصل، وانا يعني لو مدربين عراقيين لازمين المنتخب افضل، على الاقل يعرفون لاعبينهم، يعرفوا واحد وين يلعب مكانه، وين هذا؟ مو مدرب وهو قاعد بهولندا وواحد من هنا مستشار يقول له هذا فلان لاعب يلعب بفلان مكان وهذا يمنى وهذا يسرى، ما تصير، ما يصعدون العراق. لا كابتن اللواعيب اصلا ما لعبوا. والله انا بحيث قاعد عكس الشاشه، لانه ما عجبني اصلا اداء اللاعبين. والله يعني ما اعرف، يعني هاي ثالث لعبه لا اداء لا اهداف، ما اعرف يعني هاي اللاعبين يحسونك وجمهور جاي يتابعهم، يعني 40 مليون وهاي اليوم موجودين في هذا المكان، ما اعرف يعني الناس ما يحسون اكو ناس تتابعهم، اكو جماهير، يعني احنا اضعف فريق يعني حسابيا وتصنيفيا لبنان، ما سجل هدف وما نحقق الفوز، وكان خسرنا بهدف لولا فهد انقذ الهدف، يعني بهذا المنتخب ما اعتقد ما نحقق ولا، والله المدرب اعتقد ما له علاقه، المدرب ما صار له فتره، لاعبين ما عندنا على مستوى، فكر اللاعب العراقي بسيط جدا، شوف منتخب لبنان قدم شوط اول على اعلى مستوى، ولو ما فهد كان خسرانين، ونقرا السلام على المنتخب، مباراه الامارات صعبه ممكن نخسر حتى بنتيجه كبيره، ما عندنا مهاجمين واللاعبين مو على مستوى المنتخب ولا يحترمون الشعار اللي يرتدوه للاسف الشديد. من افضل لاعب المباراه؟ والله ما عندنا افضل لاعب صراحه، افضل لاعب مباراه هاي الجمهور الناس اللي تتابع والقلبها محروق على المنتخب العراقي، ما عندنا افضل لاعب مباراه، عندنا بشار هجمه ما اعرف شلون يتصرف بها، ما اعرف يعني لاعبين وين بالهم، بس يفكرون بالاحتراف بالماديات وتاركين المنتخب، هذا الجمهور اللي الكل اليوم متجمعين مو فقط هنا بكل مكان، ينتظرون المنتخب يحقق نتيجه، للاسف الشديد منتخب لا يبشر بخير، وكاس العالم نحلم نوصل الا اذا صار 17 فريق راس يجوز اذا نصعد هيك. المشكله باللاعبين؟ لا بالكادر التدريبي، خصوصا التغييرات الاخر خمس دقائق. حضرتك يعني يمكن تعرف الطوبه ايش قد، وين اكو تغيير اخر خمس دقائق؟ شو يحقق؟ وين يندمج اللاعب؟ اداء المنتخب يعني شو اقول؟ هارد لك، اقول الحظ اوفر، ماكو حظ اصلا. ماكو حظ اوفر، لان الاداء الهزيل اللي شاهدناه اليوم حتى زحمه نلعب به كاسود رافدين، هذا لبنان؟ يعني مو استهزاء بالخصم، بس لبنان يعني شوف تاريخنا ويا لبنان، اربعه وخمسه وسته. فريقنا لازم يقال كله شلع قلع على قولت،
شلع قلع انشال الفريق كله، يعني همام طارق ينزل على مود بديل ناجح يحصل الانذار وكاد الا شويه قاب قوسين ان يطرد، على اي اساس؟ زين همام هو الشعب العراقي كله ضده، رياض ومو رياضي يقول لك هذا مو زين، على اي اساس تنزله؟ هاي نقطه، نقطه ثانيه هو همام نفسه لو يلعب بالطوبه بقد ما يلعب بشعره كان هسه احنا مقولين ثلاثه او اربعه. اداء يعني انا اقول لك حظنا بالتاهل الكاس العالم صفر بل سالب بالمية، وكذلك كأس العرب راح يجينا وكذلك نفس الفضايح. يعني ايش اعبر لك بعد؟ لا تعليق. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، نحترم جميع الآراء لجماهيرنا الغاضبة.